هاي السلام عليكم. هاي هذه يا سيدي حملة شرطة المرور والسيرفيس دي مي، هذوما كونترول روتي، هذوما أعوان خاصين بالمراقبة في النقل في الطريق العام معناها على الطرقات. هذه حملة على التاكسيات، حملة كبيرة على الأخر. حكيت مع الملازم أول، قال لي راهو حملة توا هذيا على خاطر اللي حكينا فيه قبل، قال لك ما يوقفوش للعباد، سقيفة الكحلة تبدا معبية وما يوقفوا كان للتوريست، وعلى الهندام وعلى برشا حاجات وعلى والكونترول الكهرباء بيدها، كونتر فيزيت الكل باش يعديوهم. احنا خويا رانا ننقل في الامور كما هي. انا قال لك راه جاتنا تشكيات كبيره برشا من المواطنين، صحيح طلعت الحكايه ما يهزوش في العباد على بعض التاكسيات كلها، الكل كنترول كبير كبير وكبير جدا من هنا ومن غادي زاد. هاك تشوفوا باش تتنحى الظاهرة هذيا، يا خويا ربي يعينهم، هما التاكسيسية فيهم البهيم برشا. وركبت مع ناس معناها تتفاهم، وقال لك انا يا خويا ناقف، حسيلو سيد العون قال لي راهو نساء حبالة ونساء كبار وكذا، وهما ما يهزوا كان في التوريست وما يقفوش للناس. قال لك احنا هذه حملة كبيرة، احنا وجماعة السيرفيس دي مين، اي تاكسي باش تاقف باش يكونترولي الدنيا الكل. قال لك حتى الهندام تاعو، حتى الدخان، حتى الماكلة، حتى 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 فما برشا حاجات باش ينظموها. شفت اي تاكسي راهو، اي تاكسي راهو توا هذيك اغلبيتهم بالتوريست معايا. ها هاني باش نقرب شوية، هذا تلقاهم توريست ها باش نبداو توا نعدو عليهم الكل، تلقاهم توريست سياح. هذيك هي يبداو قدام سقيف الكحله وما يقفل حد، والحق يقال والقانون فوق الجميع.